كيد سمارت اليوم معي ناتالي ياغي. موضوعنا عن العودة للمدرسة، رح نحكي أكثر بتفاصيل شو الأكلات المناسبة للأولاد بهالفترة، وبدنا نذكر برقمنا 04444444. نحن ناطرين اتصالاتكم. هاي ناتالي، صباح الخير، كيفك؟ يعني هالموضوع ما بنشبع منه، بضل الاهل بدهم اكثر معلومات وهيك مساعدات وتبس صغيره. مزبوط. لانه الاولاد يعني موسم المدرسه مش شهر وشهرين، مده طويله. التقليعه مهمه دائما، كل اول سنه وكل يعني وقت اللي نبلش بفصل جديد مهم نكون محضرين حالنا بطريقه صحيحه. في ستريس كمان، اكيد في ستريس، مشان هيك التحضير مهم، خاصة انه نكون مقلعين بطريقة سليمة وبيكون بنظام غذائي صحيح. نعم. هلا اكيد اذا بتذكري الاسبوع الماضي بلشنا هالموضوع هيدا، ولكن في كتير اشياء بعد ما حكينا عنها. دونك اهم شيء نبلش نحكي عن الترويقة، حكينا عن اهمية الترويقة، قديه الترويقه مهمه عند الاولاد، حتى حكينا الاسبوع الماضي عن هالموضوع. نعم. حتى اذا كانت الترويقه شوي مؤخره، حكينا عن اهميه السوائل اذا بتذكري اول النهار، لانه كثير من الاولاد وخاصه كل ما كبروا بالعمر ما كثير لهم جلد، بصيروا مؤخرين يمكن على الاوتوكار او على المدرسه، دونك بيقفوا هالوجبه اللي هي مهمه جدا. دونك هيدول اشياء اساسيه لازم ندخلها. ندخل اول شيء المي، السوائل، الحليب هو من اهم الاشياء اللي ممكن انه نأملها لأولادنا الصبح، لأنه هن بحاجة إلى، مع مصدر للنشويات لأنه هن بحاجة للطاقة، والنشويات أو حتى الفواكه ممكن أنه تعطيهم الطاقة تيوصلوا لأول مرحلة. نعم. أول فرصة إذا فينا. نعم. أقول كتير أهل بيفكروا، وكتير تين ايجرز كمان خاصة بيفكروا أنه لأنه بدهم يحافظوا على جسم حلو لازم ما نتروق، لازم بالأحرى مش ما نتروق، ما ناكل بالمدرسة. ايه. لأنه بيعتقدوا أنه أول بدهم يقفوا هالوجبات، بدهم يوقفوا هالوجبات، ولأنه رفقاتهم كمان، أنا هي كتير بشوفها، الرفقات ما بيحبوا ياكلوا، يعني ما بيحبوا ياكلوا قدام بعض. أو يمكن منا كتير على الموضة بالانفايرمنت تبعهم. دونك أول فرصة وتاني فرصة يا منفلت بناكل سويت أو حتى نشتري منقيش كرواسون كل يوم، أو منروح على تاني ميلي أولاد أبداً ما بيأكلوا شيء، بيوصلوا على البيت ساعة 3-4 كتير جوعانين. نعم. دونك وقت اللي نحكي عن هالإكستريم، هاتنين إكستريم تنينيتهم غلط، ما بيعني أنه ما لازم نأكل نقيش، ما لازم نأكل السناكس السريعة اللي ممكن أنه تكون موجودة بالمدرسة، بس بنفس الوقت كمان ما لازم أنه ما نأكل شيء. لازم تقريباً كل 3-4 ساعات الولد يمرق حصة تقدر تفيده، لازم يكون مثلاً إذا ما تروق الصبح لازم على 9:30-10 على أول فرصة نأمن وجبة سريعة. هلا أكيد ما لازم يكون معظم الأوقات الأولاد بيحبوا البسكوي، بيحبوا الأشياء اللي ما بدها كتير. مزبوط. مهم الخبز، الخبز ضروري، فينا نستبدل الخبز بالكورن فليكس، حتى بالبوب كورن. البوب كورن هو من المصادر النشويات اللي بيحبوها الأولاد، وبنفس الوقت تعطيهم طاقة هن بحاجة إلى. نعم. ممكن فينا نستبدل الخبز بالبوب كورن، بالكعك إلى آخره. وما ننسى أنه الأولاد بمرحلة هن بحاجة لفئة من الأجبان والألبان، دونك لازم ندخلهم يا حليب إذا بيحبوا الحليب، أو يمكن ساندويش فيه جبنة. دونك هالفئة من المأكولات ضرورية جدا، لأنه هن بهالمرحلة هاي بحاجة يوميا ل3-4 حصص أجبين وقلبين. دونك الفرصة، فرصة أول فرصة على 9:30-10 هي يمكن opportunity إنه نقدر ندخل هالمأكولات هاي. ودائما الأشياء اللي بننسيها واللي ما بيحبوها الشباب والصبايا بعمر المدرسة هن الفواكه. دونك الفواكه بيرفضوا ياخذوا فواكه. مزبوط. هلا بعض انواع من الفواكه ما بتضاين كثير بال معهم، لانه يمكن بعدها شوي شوب او حتى بركي بتوصل مزبوط. هلا اكيد في طرق كثيره فينا نستعملها، التابريرات الصغار، العلب البلاستيك الصغيره، فينا نحط عنب، هلا موسم عنب. نعم. حتى الفواكه المجففه بتضاين اكثر، في اولاد ما بيحبوا الفواكه المجففه، بدل ما نعطيهم زبيب نعطيهم تمر، نعطيهم بلح، حتى التين المجفف. نعم. المشمش. دونك هولي اشياء فينا ناخذهم. ما فينا نتكل بس على الوجبات من بعد المدرسه،
وجبات بالمعدة المدرسة بعد الساعة 4 بيجي الولد بياخد وجبة سخنة وبعدين صار وقت يمكن عشاء خفيف لأنه إذا بده ينام حوالي 8:30 9 أو حتى أكثر ما بيلحق يهضم. دونك النهار مهم إنه الولد يكون عم بياكل بطريقة سليمة، والدراسات فرجت إنه الأولاد هاللي بياكلوا بالمدرسة أكيد عم بياكلوا بطريقة منتظمة ما عم بيلقمشوا خلال ساعات الصف، هني أشخاص عندهم ريسك أقل ويصير عندهم بدانة أو زيادة وزن بعدين. دونك هيدا تناول الوجبات بيساعد للمحافظة على وزن سليم. هون أنت بنظرك مهم أنه نتواصل مع الأولاد نفسر لهم هالمعلومات اللي عم تخبرينا عنهم حتى يقتنعوا، لأنه مثل ما قلت أنه بسن المراهقة كتير صعب تقنع، خاصة الصبايا يمكن أكثر أصعب من الشباب، والشباب كمان الشباب عندهم هيك أفكار الريزيستانس، وهيدا طبيعي لأنه سن المراهقة هو هيدا هو يعني. هلأ مهم ينحكى عن الموضوع حتى إذا يمكن ما سمعوا بعد فترة رح يرجعوا تلقائيا يطبقوا إشياء يمكن باللاوعي تبعهم عم نحكيهم عنهم. دونك المراهقين لازم نحكيهم، الأولاد الأصغر لازم نحنا نطبق ما كتير نحكي لأنه أوقات يمكن الحكي ممكن أنه ينفهم بطريقة غلط، يعني ما نعطي الخيار أنه نقدم لهم هالقصص، لازم نقدم لهم هالقصص ونخليهم يشاركوا بالاختيار. يعني نقول لهم أنه نحنا هالجمعة هالأسبوع بما أنه ويك أند خلينا نحضر شو رح ناكل بالمدرسة جمعة الجاي، خلي الولد يقرر شو بده ونحن نقول له بدك هاي أو هاي، يعني نعطيه الخيار بين الخيارات الخيار الصحية صح أجبين، نحاول قدر المستطاع نخفف كل شيء شاركوتري مرتدال، هول الأشياء الولد ما لازم يخدها، والإرشادات بتقول أنه ما لازم نستهلك كمية بشكل منتظم لأنه بتحتوي على معدل عالي من النيترات. ما ننسى هالشي هيدا، دونك خلينا نركز على الأجبين، نغير أنواع الخبز لأنه هيدا كمان بتساعدهم ما يزهقوا. وخلي الولد يختار الخضرة اللي بده يخدها على المدرسة، الفواكه اللي بده يخدها على المدرسة، يمكن في أولاد بتحب التفاح غير أولاد بتفضل تاخد عنب بالتابروير. هلأ هون بما أنه عم نحكي عن الفواكه سهل كتير نفكر بالعصير، والعصير معظم الأوقات منقول أوكي هيدا 100% فريش جوز، خلينا نبعت فينا نعتبره بديل للفاكهة ناتالي لحد معين. فينا العصير بيحتوي ما ننسى على سكر الفواكه حتى إذا كان 100% طبيعي. ما ننسى أنه الفواكه بتحتوي على سكر، الولد ما لازم ياخد أكثر من نص كوب عم بحكي أنا الولاد الصغار يومياً من العصير، لأنه هي كمان العصير الفواكه ممكن أنه تكون عم بتساهم لارتفاع استهلاك كمية السكر، وهيدا كمان من العناصر اللي بيأثر على البدانة وزيادة الوزن. دونك لحديت يمكن علبة صغيرة من العصير ما في مشكل، مهم انه ما ياخذ 3-4 بالنهار نقول معليش يلا هيدي فويكه، بعدين ما ننسى انه رجع على البيت كمان يمكن بعد الظهر بده يلقم شيء بين الوجبات. دونك كسوائل فينا نستهلك عصير طبيعي بالعلب بيكون مدعم بالفيتامين سي ما فيه سكر مضاف، دونك هيدي شغله منيحه بس نحسبها كحصه فويكه، ونخلي الولد يتعود ياكل الفواكه اكثر من ما يشربها لانه نحن بحاجه كمان لالياف، الاولاد ما بيستهلكوا كميه كافيه من الالياف بنظامهم الغذائي، وهيدا بيعرضهم اكثر كمان لمشكله البدانه لزياده الوزن اللي صارت موجوده اكثر واكثر عند الاولاد والشباب بسن المراهقه. دونك خلينا نفضل الفواكه من وقت لوقت نعطيهم عصير على المدرسة، هيدا بيكون خيار جيد للسوائل. الحليب كمان هو من الأشياء اللي ممكن أنه ناخدها، خاصة أنه هلأ الحليب متواجد بغلاف ما بحاجة كريتين صغيرة مش تترا باك، مش بحاجة أنه نبردهم دونك فيهم يروحوا بس بيهم تبريد. كمان بنرجع هون لسؤال الحليب الشوكولا الحليب عفراز قولي شو من شو معمولين؟ دايما لازم نتعود نتناول مأكولات سيمبل، يعني نعود الاولاد على الطعمات السامبل ما نضيف له شيء تيقبلها. هلا اذا الولد ما بيحب الحليب غير على شوكولا نحاول مره مرتين بالاسبوع يكون هيدا مصدر الحليب تبعه، بس ما يكون عادي اذا ما في شوكولا ما نشرب حليب، انه بالنهايه نحن عم ناسس لعادات غذائيه الولد رح ياخذها لاحقا خلال واكيد دخلهم سكر اثنيناتهم 100% هي لانها دخلها سكر يعني فيها كميه سكر كثير عاليه. دونك افضل اكيد الحليب اللي منه منكه
وإذا اضطرينا من وقت لوقت ليش لا؟ ما لازم نمنع الأولاد عن شيء، لأنه بالنهاية إذا نحن مشيناهم على نظام صحي بالبيت رح يشوفوا رفقاتهم، رح يوصل لفترة أنه ليه أنا مختلف عن التاني. كتير منيح أنه نحن قادرين ننظم هالوجبات، بس خلينا نمرق ما يحس حاله الولد مختلف كتير عن بقية، أو محروم من شيء، أو محروم من شيء، لأنه هيدا ممكن أنه يعمل ردة فعل سلبية بعدين. نعم. من وقت لوقت مش مشكلة. هلا شغلي السؤال هو قد ايه فينا ناخذ بسكويت؟ دائما انا بنسال، كان بدي اقول لك الاولاد دائما بدهم يقطعوا مينيموم مره بالنهار، بدهم شيء طيب، شيء حلو، فريانديز، اكله سريعه حلوه. صح، مش غلط انه ناخذ وجبه سريعه حلوه. لازم عم بحكي انا بالاجمال، هلا في اشخاص بتختلف عن الثاني، حصه وحده يوميا. حصه وحده يوميا الولد بيختار، اذا بالمدرسه او بعد الظهر بس يرجع على البيت جاي عباله ياخذ حصه حلويات. خليها تكون، اكيد نحاول نختار الحصص الصغيره، ما نشتري الباكجز الكبار، لانه عاده كل ما كان كبير الباكي كل ما بده اكيد ياكل اكثر منه، بده يخلصها. يعني بصير ياكل يمكن بطريقه سريعه، لما بنشجعه كمان يضيف رفقاته اذا كانت يمكن العلبه. هلا الحلو انه اكثريتهم صاروا يعملوا individual packs، دونك هيك بيعرف انه هو بحق له ياخذ هالحلويات هاي. المهم انه ما يتعدى المره بالنهار. عم نحكي نحن هون اكيد ان كان بسكوي او شوكولا، هون اذا تناول بسكوي بفتره المدرسه، دونك افضل بعد الظهر بعد الغداء انه تكون افضل ما يتناول حلو، ما ياكل حلو. خلينا نركز اكثر على الحليب، على اللبن، لانه اللبن كثير مفيد خاصه بهالمرحله من النمو. الفواكه هلا لازم نستفيد من الفواكه، خاصه اذا الولد ما بيحب ياخذ فواكه معه على المدرسه. دونك فيها تكون هي هالوجبه السريعه اللي منأمن له اياها. عاده ما كثير جاي عبالهم يحضروا، خليها تكون موجوده اذا عندنا وقت نحضرها قبل بوقت تتكون موجوده وقت اللي يجوا بعد الظهر. على البيت. رح ناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور، تفضلي. سوري بدي اسال سؤال. تفضلي. هلا انا عمري 16 سنه. نعم. عم بعمل دايت، بتعرفي انت بالمدرسه انه شوكولا وهيك اشياء، فانه عم بقدر قاوم بس ما كتير يعني شوي، فدايما دايما بحس حالي جوعانه وعم بطلب شيء، فشي اشياء السناك اللي لازم اكلها هناك. هلا انت ما بتاكلي شيء بالمدرسه؟ ما باكل كتير اشياء، باكل مثلا اوقات باخذ معي تفاحه، اوكي، اوقات باخذ معي بسكوي ما في بقلبه فات ولا شيء. بس ما بتاخذي اكل معك؟ بتتروقي الصبح؟ ايه بتروق الصبح. شو بتتروقي؟ ساندويتش صغيره او توست مع لبنه. وحده توست؟ وحده؟ نعم. توست وحده؟ اثنين، يا وحده يا اثنين. اوكي. انا قطع الخط بعتقد. هلا مهم كثير مثل ما كنت عم اقول، اكل منه كافي؟ لا منه كافي، اكيد بدها تجوع. والشخص اللي بيجوع خاصه بهالمرحله هي 16 سنه طبيعي انه نجوع، الجسم بحاجه لكميه سعرات حراريه لانه نحن بفتره نمو بعدنا ما ننسى. مهم كثير بدها تزيد ترويقتها شوي. او تاخذ، عم تاخذ فواكه بس ما بكفي، الساندويتش فيها تعمل ساندويتش سريع تحط فيه جبنه تحط فيه لبنه، يمكن مش كتير براتيك على المدرسه بس فيها تدخل، فيها تاخذ حليب، علبه حليب مع علبه يمكن كورن فليكس مع حبه فواكه، فواكه مجففه، لانه ما لازم تجوع، يعني لازم تمرق اذا ما عم تقدر تتروق اكثر من توست وحده الصبح مع لبنه، او تتروق كثير منيح على بكره تلف ساندويتش مع كبيت حليب، تاخذ كعك ولبنه، تاكل كميه اكثر لانه هالكميه اللي عم تحكيني عنها منا كافيه، كثير قليله، كثير قليله، طبيعي انه تجوع. هيك بتصير فيها تقاوم اكثر الشوكولا والبسكويت اللي حواليها بالمدرسه بسهوله. كمان اتصال. الو 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 بونجور. بونجور، تفضلي شو سؤالك؟ بدي احكي مع مدام نتالي. تفضلي. تفضلي. انا من امبارح على الخط وما حصلت على مكالمه، ما حدا بيرد. شو سؤالك مدام؟ مدام نتالي. تفضلي. الو الو تفضلي. تفضلت. الو تفضلي شو سؤالك؟ عم نسمعك، شو سؤالك؟ سؤالي انا امبارح كان بدي اسالك عن الحساسيه. عن شو؟ نعم. الو نعم نعم عم نسمعك. طيب في معكم خطين؟ انت اعطينا السؤال نحن عم نسمعك، ما تعطي الهم. اوكي، انا امبارح اتصلت بمدام نتالي بدي اسالها عن الحساسيه. انا بتحسس. اوكي، انا بشرب حليب وقت اللي بدي اخذ اي دواء، عم باخذ اوميجا 3، عم باخذ اوميجا 3 مع الحليب،
عم يزعجني. اي ساعه فيني اخذ الاوميجا 3 ومع شو؟ نعم لكن هلا هي ما عرف عم تسال عن الحساسيه. دائما عم تاخذ حليب مع الادويه تبعولها، عم تاخذ اوميجا 3 مع الحليب. مزبوط. بس عم تتضايق، دونك اكيد لازم توقف تاخذ الاوميجا 3 هو مع المزيج الحليب. يعني ممكن انه المزيج يكون عم بيزعجها. لا عاده بقدر عم تاخذه الصبح اذا عم تحكي عن الحليب. باردون. صح. دونك افضل تتروق وتاخذ الاوميجا 3. الاوميجا 3 مش بالضروره انه ناخده لوحده على الريق، فيها تاخده من بعد الترويقه، من بعد الغداء. ما بيأثر حيالله وقت تكون معدتها مش فاضيه. دونك هيدي شغله لازم ننتبه لها، انه اذا عم تتضايق توقف تاخذها مع الحليب. اكيد بعتقد الصبح عم تاخذها كرمال هيك عم تتضايق، دونك خليها تتروق قبل ما تاخذ الاوميجا 3. ثانكس ناتالي لكل هالمعلومات. رح ناخذ بريك سريع ومنكفي مع لايف.